ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي دائما الهام شانيل. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا نشيطين، تكون الامور ديالكم مزيانه ان شاء الله وفي التمام اكيد. دونك الوصفه ديال اليوم كما قريتو تحتنا فيديو في العنوان غادي تكون ان شاء الله مخصصه للوجه، تحديدا لتبييض البشره، وان شاء الله غادي تكون مفيده لكل سيده كتعاني من الاسمرار، من البقع الداكنه ومن النمش والكلف ايضا. دونك هاد الوصفات ديال الوجه صراحة لا كيطلبوا مني بكثرة، سواء في لي ميساجون بريفي في لاباج اوفيسيال فيسبوك وسي انستغرام وسي سناب شات. فما تنساوش حتى نتوما الى عندكم اي اقتراحات او اي استفسارات بخصوص هاد المواضيع، بخصوص هاد الموضوع او اي مواضيع اخرى اكيد، فما تنساوش تخليوها لينا كما تنطرقوا ليها على شلا. وما تنساوش سي تخليوا لينا تعليقاتكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات وتجربتكم مع الوصفة، يعني بعد ما تجربوها يعني واحد الاسبوع او اسبوعين يعني الماكسيموم على الاكثر، تجيو تحسن لا فيديو اللي جربتو فيه الوصفه وتخليو لينا كل هاد الاشياء على الراس والعين. فانا دائما دائما وابدا كنرحب بكل هاد الاشياء. وعلى بركه الله ما نطولش عليكم اكثر من هكذا، نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه وطريقه التحضير وطريقه الاستعمال مع بعضنا البعض اكيد. دونك اول مكون غادي نحتاجو ليه في هاد الوصفه البنات هو حليب، اي حليب بغيتو. هذا حليب دائما كنستعملو لكم في الوصفات الطبيعيه اللي كنكون ديجا هضر لكم فيه عليه، يعني حليب سائل بالنكهه ديال الورد، وديجا كنهضر لكم عليه. الثمن ديالو ما كيتراوحش ما بين 15 و 18 درهم، يعني رخيص بارابور يعني للجوده والكاليتي ديالو، فكيستاهل صراحه الله اكثر من هذا البري او هذا الثمن هذا. بالنسبه لهذا الحليب هو بنكهه ديال الورد، داكشي علاش كيبان لكم اللون ديالو في الغوزانديا. بالنسبه للسيدات اللي اول مره غادي يشوفوا لا فيديو اولا غادي تعرفوا اكيد على مكونات الوصفه. بالنسبه لثاني مكون اللي هي بودره الارز السحريه لتبييض البشره وتخلص اهم شيء من التجاعيد، سواء كنتو في سن 60 ل 50 ل 40 و 30 و 20 ايضا، يعني في سن 20 كيكونوا واحد التجاعيد اللي هما كيتسموا بتجاعيد مبكره. فإلا عندكم التجاعيد المبكره في سن 20 او في سن 19 او 18 فهاد الوصفه ان شاء الله غتكون حتى هي مختصه لكم. فوصفه اليوم هي لحل جميع المشاكل تقريبا، يعني من هالسمرار، من هالبقع الداكنه ومن هالتجاعيد. فبودره الارز ان شاء الله غادي تخلصنا من جميع هاد المشاكل هادو. بالنسبه لثالث مكون هو عسل الحامض او عسل الليمون او عسل البرتقال، يعني داكشي اللي يناسبكم خذوه. غير هو عسل الحامض دائما كيبيض لنا البشره وكيخليها لنا في واحد اللمعان، في واحد الاشراقه. الناس اللي عندهم ديجا حساسيه منه فممكن تعوضوه، او بالاحرى ممكن تضيفوا ليه الماء، يعني مثلا الا خدينا ملعقه ديال عسل الحامض مركز 100% غنضيفوا لها ملعقه اخرى صغيره، سواء عبرنا بالكبيره او بالصغيره. فمثلا الا عبرنا بالملعقه الكبيره ملعقه ديال عسل الحامض مركزه، غادي نعبروا بالمثل ديالها ديال الماء العادي. كم سما يبقاش ما تبقاش الوصفه مركزه 100%، يعني تولي مركزه واحد النسبه ديال 40% او 50% او 30% على حسب الماء اللي ضفنا. و او ميم طون الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتعجبكم اكيد. دونك هادشي اللي كاين البنات، هادو هما مكونات الوصفه. غادي نعاودهم لثاني مره باش نمشيو نتعرفوا على طريقه الاستعمال ثم طريقه التحضير. بالنسبه لمكونات هاد الوصفه سنحتاج الى الحليب السائل بنكهه الورد او نكهه الياسمين، ثاني مكون هو بودره الارز، وثالث مكون اللي هو عصير الحامض. دونك هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفه السحريه. والان غنمشيو باش نتعرفوا، باش يعني نتعرفوا على مكونات الوصفه وثم طريقه التحضير ثم طريقه الاستعمال مع بعضنا البعض. دونك انا هنا غادي ناخذ البودره ديال الرز ونبدا كنضيفها تدريجيا الوصفه ديالي، من بعد غادي نضيف ليها عصير الحامض. نحاول نحط الوصفه في الوسط كما سيبان لكم شنو كندير. الا احتاجيت الحليب او احتاجيت العصير الحامض فاكيد غادي نضيفه تدريجيا.
غادي نحاول نضيف كونتيتيخرا ديال الحليب السائل ديالي باش تجيني الوصفه عقده اكثر واكثر. ونخلط كل المكونات. دونك كما كتشاهدوا الوصفه ولات يعني على شكل كريمه او على شكل كريمي تقريبا كما كتشاهدوا في الفيديو. جيسبيغ يبان ليكم. فالبنات بعد ما الوصفه تصبح ليكم بهذا الشكل هذا غادي تطبقوها على منطقه الوجه ديالكم. غير هو القوام راه كيبقى اختياري، يعني انا خليت الوصفه بهذا القوام هذا، ماشي بالضبط نتوما تخليوها بهذا القوام، ممكن تخليوها بقوام اللي هو قصح من هكذا او جرى من هكذا، يعني على حسب نتوما شنو كتفضلوا. غير هو هذا القوام هو اللي كنصح به اي سيده جربت الوصفه لانه قوام كريم. دونك بعد ما تصبح لكم الوصفه بهذا الشكل هذا غادي تطبقوها على المنطقه ديال الوجه ديالكم، سواء استعملتوا الوصفه في الليل اولا في الصباح. غير هو كنصح بها في الليل اكثر من الصباح، كما قريتم العنوان غادي تكون بالليل. علاش؟ لانه بالليل كنستعملوا الوصفه وكنبقاو في المنزل ديالنا، يعني ما كنخرجوش وحتى لا خرجنا فما كنتعرضوش لاشعه الشمس، لانه عصير الحامض الا عملناه لبشره الوجه ديالنا وخرجنا ديريكتومون لاشعه الشمس فكنزيدوا اننا نهيجوا البشره وكنزيدوا نسببوا لها حكه وحبوب وميم طون سمرار البشره وسمرار الداكن اللي يقدر ما يبغيش يتحيد لينا اكيد نهائيا. داكشي علاش كنصح بالوصفات ديال عصير الحامض وعصير البرتقال او عصير الليمون في الليل وما كنصحش بهم نهائيا في الصباح. دونك هاد الوصفه ان شاء الله عملوها في الليل، يعني ملي تجيو من العمل او المدرسه او ملي تنتهيو من الاعمال الشاقه اللي عند كل سيده اكيد، فما تنساوش اكيد تعتنيو براسنا بصفه عامه ونعملوا الوصفه على الوجه ديالنا ونتظروا واحد ربع ساعه او 30 دقيقه حتى نحسوا بها نشفات. من بعد نغسلوا البشره الوجه ديالنا بالماء دافي، ومن وراها الا عندنا بشره جافه وحساسه نحاولوا نستعملوا زيوت. زيوت اللي كنصح بهم لانه بزاف السيدات كيسولوني في خانه التعليقات اين الزيوت اللي ممكن تنصحينا بهم لترطيب البشره الجافه، فكنصحكم بعده زيوت من ضمن ديالها زيت جوز الهند اللي هو زيت الكوكو، وزيت الزيتون اللي متوفر في اي منزل، زيت ارغان، زيت اللوز الحلو، وايضا زيت شجره الشاي، وايضا زيت الخيار او زيت الجزر، واسي زيت الطماطم او زيت عصير الحامض في الليل. يعني نعملوا هاد الزيوت كلها في الليل كمسة الصباح تكون عندنا واحد البشره اللي هي بشره دهنيه وماشي بشره جافه نهائيا، لانه بزاف السيدات كيعانوا من الجفاف ديال البشره خصوصا في الفصل ديال الشتاء والخريف، كتبدا تقشر كتبدا يخرجوا لنا الحبوب الصغيره او الكبيره او حب الشباب. اكيد اكيد هادشي كلشي كيكون من يعني الفصل اللي هو فصل الشتاء والبرد والخريف كتبدا تقشر البشره، فإلا تقشرت لينا البشره نحاولوا ديما ندهنوها بكريمات كمسا نرطبوها ونزيدوا لها النسبه ديال الزيوت باش ما تزيدش تقشر لينا وتسبب لينا التهابات ومشاكل اخرى اكيد وخيمه لا قدر الله. وهادشي اللي كاين بخصوص هاد الوصفه هادي كما سبق لي وذكرت نعملوها، ومن وراها نغسلوا لابوط الوجه ديالنا ونعملوا كريمات او زيوت لترطيب البشره. هاد الوصفه الناس اللي غيسولوني شحال مره نستعملوها في الاسبوع، فانا هنا غنقول لكم تستعملوها واحد جوج المرات حتى ثلاثه المرات في الاسبوع الا قدرتوا، ممكن تعملوها بشكل يومي. غير هو عملوها في الليل باش ما تسببش لكم اي مشكل او اي اسمرار او اي حساسيه او اي حكه. واكيد ثم اؤكد وصفه اليوم هي وصفه في الليل يعني ماشي في النهار، لانه بزاف سيدات كيسولوني على الشرح انني كنطول فيه وضروري ما نطول باش كمسا يعني السيدات يعرفوا الوصفه يعرفوا النتائج ديالها ويعرفوا المكونات مزيان ويعرفوا النصائح اللي عطيتهم في الوصفه. هذا اهم شيء، يعني ما نزرب عليكم ونعطي لكم في يعني قل من جوج دقائق او هذا، فضروري ما نشرح يعني الوصفه على خاطر خاطري ونقدم لكم يعني اهم شيء في الوصفه اللي هما النصائح والمكونات وطريقه التحضير ثم طريقه الاستعمال والشرح المدقق والمفصل اللي كيبغيه بعض السيدات هو اللي كنعمل اكيد. فشكرا لكم على التفاهم ديالكم وعلى حسن المتابعه ديالكم للفيديو دوات ديالي كاملين،
وما تنسوش تعملوا بيك لايك لهذا الفيديو، تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. جميع الروابط نخليهم لكم اسفل هذا الفيديو اي في الديسكريبشن بوكس او في الباغ دانفو او في صندوق الوصف. وكنقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه ديالكم الاول مره وثاني مره وثالث مره، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد عن قريب. خليت لكم الراحه ولهنا حتى الوصفه الجديده. السلام عليكم.